لا يمر أي حدث أو موقف مرور الكرام على المذيع السوري الشهير فيصل القاسم، فتعليقاته المثيرة للجدل وانتقاداته الواسعة لا يسلم منها أحد من زملائه في المجال الإعلامي وحتى رؤساء الدول والحكومات، فهو دائم التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر تدوينات ومقالات هنا وهناك، ينتقد أي شخص أو جهة على خلاف مع قطر. فيصل القاسم المولود بمحافظة السويداء ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بدأ عمله في مجال الإعلام كمقدم ومعد للبرامج العربية في إذاعة البي بي سي البريطانية، ثم انتقل بعدها للعمل كمقدم برامج لقناة إم بي سي، ثم إلى قناة البي بي سي العربية، وأخيراً إلى قناة الجزيرة، لتبدأ شهرته الواسعة من خلال تقديم برنامج الاتجاه المعاكس. شخصية فيصل القاسم المثيرة للجدل والتي ظهرت بوضوح خلال برامجه التي تناولت موضوعات سياسية حساسة أوقعته في المتاعب، فانتقاده الدائم للرئيس السوري بشار الأسد جعل النظام السوري يرد عليه رداً قاسياً بالحجز على كل أملاكه ومنزله وتحويله لثكنة عسكرية، كما أن القضاء السوري أصدر أحكاماً متنوعة ضده بين السجن والغرامة وإنهاء الحياة، وذلك بتهمة التآمر ضد الدولة وإثارة النعرات الطائفية، لكن المحكمة قررت في النهاية تنفيذ العقوبة الأشد ضده وهي إنهاء الحياة. ولا تقف انتقاداته عند سوريا ورئيسها فقط، بل إنه هاجم أيضاً رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث وجه نقداً لازعاً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: اذهب وأصلح حال تونس، فهي تعاني كثيراً في كل المجالات، واتركنا من شعاراتك القومجية الرنانة، وقبل أن تدافع عن نظام الأسد والقدس اذهب ودافع عن المسحوقين في تونس. كما أنه منذ فترة وقع سجال بينه وبين زميله الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، حيث هاجم الإعلامي السوري الجزائر وسخر منها على إثر استضافتها للقمة العربية في تدوين على موقع تويتر قائلاً: نظام يتحالف مع إيران ضد العرب ويعادي جاره العربي، يقصد المغرب، يريد لم شمل العرب في قمة عربية. وردد المثل الساخر: تركت زوجها مبطوح وراحت الداوي ممدوح. ليرد عليه دراجي قائلا: المهم أننا لا نخون ولا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا. ولا تقف انتقادات فيصل القاسم عند هذا الحد، فتاريخه حافل بالهجوم على شخصيات سياسية كبرى ورؤساء دول.